طبعا ما فيش شك ان مبادره بدايه جديده لبناء الانسان بتعتبر واحده من اهم المحاور للمشروع القومي المستدام للتنميه البشريه. المبادره هدفها الاساسي هو تنميه الانسان المصري في كل المجالات، وبتشتغل على تحسين المهارات والوعي الصحي والثقافي لكل الفئات العمريه. وعشان نفهم تفاصيل اكتر عن المبادره معانا على التليفون الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. دكتور حسام صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذه منى، صباح الخير يا استاذ محمد، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم. اهلا وسهلا بك. لو اتكلمنا عن اهميه مبادره بدايه جديده لبناء الانسان، هتفرق معانا ازاي في صحه الانسان؟ بالامس اطلق دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور نائبه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعه الوزاريه للتنميه البشريه، بالاضافه الى جميع اعضاء المجموعه الوزاريه للتنميه البشريه و الجهات الوزارية الأخرى المشاركة، السادة الوزراء الأخرى المشاركين في هذه المبادرة والسفراء وكافة الجهات الشريكة والداعمة، مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان. المشروع القومي للتنمية البشرية يهدف إلى خلق إنسان متميز من الناحية الصحية الثقافية التعليمية، عنده من القدرات والمهارات التي تمكنه من التميز، وليس فقط دخول سوق العمل ولكن من التميز في سوق العمل، وأن يحافظ على الهوية المصرية الأصيلة في القيم والمبادئ والعادات المجتمع المصري الأصيلة. نحن نتكلم هنا عن رحلة الإنسان، مشروع قومي يستهدف رحلة الإنسان من قبل ولادته من خلال اتخاذ القرار المرتبط بتكوين الأسرة والارتباط، ثم المرحلة العمرية من سن 0 لسن 6 سنوات، والمرحلة العمرية من 6 ل 18 سنة، ومن 18 سنة ل 65 سنة، وما فوق ال 65 سنة. فنحن هنا نتكلم عن الإنسان منذ ولادته إلى ما بعد ال 65 سنة. كل مرحلة جميع الوزارات المشاركة والقطاع الأهلي والقطاع الخاص واتحاد البنوك يقدم مجموعة من البرامج، مجموعة من الخدمات التي تحقق الاستفادة القصوى والتنمية القصوى للمواطن في هذه في كل مرحلة عمرية مختلفة. طب هل الدولة المصرية ما كانتش بتقوم بالاستثمار في الإنسان؟ لا، يمكن كانت تقوم. طب ما هو الجديد في المبادرة أو ما هو الجديد في المشروع القومي؟ حاجتين. حاجة الأولانية هو تكثيف هذه الخدمات التي تقدم للمواطن حتى يستشعر بالرضا ويستشعر بمدى اهتمام الدولة المصرية فيه. الأمر الثاني وهو الأهم هو التكامل والتنسيق، بأن كل هذه الخدمات وكل هذه البرامج التي تستهدف الإنسان أولا تتم من خلال كيان النهاردة هو المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، كيان مؤسسي بعمل مؤسسي يتحرك بشكل متناغم. هدف ذلك كله هو تحقيق مشروع السيد الرئيس لتنمية الإنسان المصري. جميل. دكتور حسام، ازاي هيتم تنفيذ هذه المبادره على الارض؟ زي ما حضرتك ذكرت ان في مجموعه كبيره من الوزارات، طبعا بنقول ان هي الوزارات المعنيه بالتنسيق مع المحافظات، طبيعه التنسيق هيكون عامل ازاي خاصه في الشق الطبي؟ طيب خلينا نتكلم انه امبارح كان في 29 جهه ما بين وزاره وجهه تشارك في تقديم هذه المبادره، احد محاور المشروع القومي، المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان في ال 27 محافظه. طيب احنا النهارده بنتكلم زي ما قلت لحضرتك كده على مجموعه من البرامج المرتبطه بالمرحله العمريه. خليني ادي لحضرتك مثال واضح عشان يبقى اكثر وضوحا للساده المشاهدين. احنا النهارده لو سالت اي حد من المواطنين او اي حد من الخبراء كيف نستطيع ان نحصل على الفائده القصوى من التعليم الذي تقدمه الدوله المصريه للمواطنين، الناس هتتكلم بشكل واضح عن كثافه الفصول، عن تدريب وتأهيل المعلمين وتحسين أوضاعهم الوظيفية، هتتكلم على تغيير المناهج وتطويرها. لكن الحقيقة لو أنت عملت كل ده وكان الطالب عنده مشاكل في الإبصار، عنده مشاكل في السمع، عنده أنيميا، عنده تقزم، لن يتحقق المرجو من العملية التعليمية. وبالتالي عندما يكون هناك تناغم وتنسيق فنتحرك، تتحرك وزارة التربية والتعليم
على المحاور التي ذكرتها. تحرك وزارة الصحة والسكان على مستوى الكشف المبكر وعلاج هذه الأمراض. تتحرك النهاردة وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الحياة الكريمة للمواطنين. تتحرك وزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت وفي نفس التوقيت وعلى نفس المجموعة على توفير أماكن ممارسة الرياضة في مراكز الشباب. تتحرك وزارة الثقافة على فتح بيوت الثقافة ودعم الرؤية الثقافية والفن والمطرح. تتحرك وزارة العمل على البهارات والجدارات. تتحرك وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة على تأصيل القيم المصرية الأصيلة، على تأسيس المبادئ والأخلاق. تتحرك اتحاد البنوك الداعم من خلال التمويل المجتمعي. تتحرك جهات العمل المدني يعني نقدر نقول انه اكتر من جهه دكتور يعني بتعتمد على انها تتفق سويا للعمل لصالح المصري في ايا كانت بقى المحافظه، سواء كان في مكان قريب او 20 محافظه. نعم. واحنا بنتكلم هنا بشكل مؤسسي من خلال كيان مؤسسي برئاسه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه ومجموعة وزارية للتنمية البشرية. ويمكن هو ده الجديد. احنا النهاردة الدولة كانت تتحرك بشكل وزارات لتحقيق ده، لكن عشان تتحرك بهذا التناغم وهذا التكثيف وهذا التكامل بشكل مؤسسي واضح بيتم متابعته. النهاردة المحافظين هيبقى عندهم داشبورد يقدروا يشوفوا فيها معدلات التسرب من التعليم، معدلات الكشف المبكر على الأنيميا والتقزم، معدلات الدخول المدارس. كل ده هيبقى بشكل واضح أمام السادة المحافظين في نفس التوقيت، كل في محافظته، ومن خلال بقى متابعة المجموعة الوزارية بشكل مركزي. احنا بنتحرك على تحرك مؤسسي يشمل الحكومة، يشمل القطاع الأهلي، يشمل القطاع الخاص، يشمل كل من يشارك في هذه المبادرة. تمام. أعتقد كمان دكتور أن هذه المبادرة لابد أن تكون طويلة الأمد. مظبوط. ده مشروع قومي، مشروع قومي لا ينتهي، مستمر. يعني مش لفترة زمنية. المحور اللي هينتهي في 100 يوم هو المحور المبادرة التي تعمل على تكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين في خلال 100 يوم. لكن مشروع السيد الرئيس للتنمية البشرية ده مشروع مستدام، هو مشروع قومي لا يتوقف، لأنه مستمر مع وجود الإنسان المصري واستمرار. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لحضرتك.